دخلت الخضار في الفرن، وزي ما انتم شايفين المود اليوم صحي. الخضار المشوية اللي بسويه وياكم اليوم مرة لذيذة، يعني مو شوية، لذيذة لذيذة. ونصيحة، كبتشر الوصفة إذا نزلتها. الحلو فيها أنه ممكن تسوونها بأكثر من طريقة، يعني أوقات أنا أقدمها مثلا كسندويتشات، أحشي بها السندويتش. أوقات أقدمها مثلا مع رز أو برغل المسلوق، أو ممكن أحطها كسلطة، أحط معها ورقيات وأشياء تطلع أليمة، يعني جد يعني ما ينشبع منها وأنتم تاكلونها. ببدأ بالصوص لحد ما تستوي الخضار. الصوص عندي خل البلسمك، عصير ليمون، بقدونس، بودرة الثوم، فلفل أسود وملح، وخردل ديجون، وزيت زيتون. طبعا خردل ديجون أنا أفضل عن الخردل العادي لأنه أقل حذوقة، أقل يعني طعمه مستساغ أكثر. هذا الخضار المشوية طلعت، تقريبا أخذت مني نص ساعة. تحت بحط شوي من الورقيات، ممكن تحطون اللي تحبون، جرجير، خس، سبانخ. انا حطيت بس مو بسبانخ، حطيت بس جرجير. انا ما تغديت وحطيت لي شوي، ايش رايكم فيها؟ بالله اللي يسويها يعطيني رايه فيها. لما اسويها عاده اكثر مكسرات، احط انواع من المكسرات، احبها كذا تكون مقرمشه مع شويه جبن. عليكم بالعافيه مقدما.